حضراتكم مره تانية اوريكم بس شكل المكرونه. انا سيبها شويه لسه، انا مش يعني ايه مش هاخدها دلوقتي. بصوا كده بس عشان هي بتطرطش جامد. بصوا شايفين الصوص بدا يتقل، بصوا جمالها. تعالوا بقى، الريحه روعه. انا ضفت على فكره شويه زعتر وانا في الفاصل عشان بس تتنكه بيها حلو. هقفل بقى عليها وهرجعها تاني على النار تاخد وتدي مع بعض. تعالوا نعمل سلطه حلوه قوي، بما ان البنجر بقى نزل واحنا عايزين حاجات تقوي المناعه، والبنجر ده تجديد الدم بشكل غير عادي. يعني لازم نتعامل بالبنجر ده، نشرب عصير، نحطه مع الفراوله، نحطه مع الرمان، نحطه يعني ايه، ونستخدم السلطه بتاعته. انا هعمل سلطه، مش هحاول يعني ايه اعملها بشكل مهندم زياده، لكن خليني استخدم الجرجير، خليني استخدم الشبت، خليني احط شويه كزبره خضراء، هستخدم البنجر مسلوق، واستخدم شويه جزر وشيري توميتو وبصل وخيار. مهم قوي الحاجات دي. لو عندي فجل يا سلام، مش هتاخر والله هحط فجل. اعملوا لي ريح حضراتكم. تعالوا كده انا هنا هخلي دي للدريسنج. يلا بينا نقول المقادير. عندي لي سلطه البنجر، سلطه مقاومه الانيميا زي ما بيقولوا. عندي بنجر مسلوق، بصل، خيار، بقدونس وشبت وجرجير وكزبره وحبه البركه، وعندي كمان للدريسنج زيت زيتون وخل تفاح او خل عنب احمر، وتوابل حسب الرغبه، يعني ملح، فلفل، عايزين تضيفوا يعني اي حاجه، رشه من التوابل المحببه زي كزبره او الكمون براحتكم، لكن هي سلطه كده جميله الحقيقه يعني. طيب انا بصوا بقى كده، انا هجيب طبق. عايزه اعمل ايه؟ عايزه اخد شويه من الجرجير كده افردهم يعني، وهنا كده شوية جرجير حلوين كده. عايزة ايه؟ كده هنا. اصلا الجرجير ده من الحاجات العبقرية جدا وجميل. انا لازم ناكل سمك عشان ناكل جنبه جرجير، ما ينفعش نعمله ومعاه شويه سلطه. واخد شويه الشبت مقطعين شويه بس، يعني ايه الشبت ده عبقري يا جماعه، فوائده حلوه قوي. والبقدونس مهم جدا، الناس اللي بتحب تطرد السموم من الجسم وتعمل ديتوكس واللي عندهم املاح زياده اعملوا البقدونس اشربوه على الريق، بس عوشه من غير لا سكر ولا اي اضافات. بصوا الخضار والجمال، شايفين يعني ايه حاجات خضره وحلوه. ثاني كده هنمسح بس الكاتنج بورد عشان انا عايزه اعمل هنا اقطع البنجرات. قبل ما اقطع البنجرات اسمحوا لي، وسايبه هنا الايه المكروني بتتصلصل شويه حلوين كده. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقي سلطه مفيده جدا جدا. الناس اللي عايزه تعمل سلطه بنجر بس تحتفظوا بس بمعلقه من سلق البنجر بس، بعد ما تغسلوه كويس قوي بالفرشه بتاعه الخضار وتحطوه في الميه يتسلق. هتعملوه كده هينزل على طول. هناخد شويه كده من الجزر، الجزر ده من الحاجات المفيده جدا. شوية خيار، ما شاء الله كده. وهناخد شوية بصل، لو عندكم بصل أخضر بقى وينزل البصل الأخضر، الله الله. مش هكتر عشان الناس اللي إيه مش بتحب، بس هو طبعا مناعة. ده البصل ده بينقي الجسم من السموم، بينقي الدم، مفيد إفادة وبيقوي المناعة، رائع. تعالوا بقى ناخد كده البنجر القمر ده، أنا مقطعه شوية كده، وبعدين هاخد شوية تانيين حطهم في النص برضو. أهم شفتوا اتسلق، بسم الله الرحمن الرحيم.
شوفوا السكينه من الشرشره بتعمل شرشره حلوه ازاي في التقطيع. وروعه ده عسل تاكلوه لوحده مسكر من عند ربنا، يعني هو لوحده فيه نسبه سكر رائعه. اكسره بقى من البنجر ده، ما تقطعهوش طول فتره الشتاء. عايزه اقول لكم في كميه مضادات اكسده هو والبصل مع بعض، مش قادره اقول لكم على المناعه بيعمل ايه، ومناعه للجلد كمان. عايزه اقول لكم البنجر ده غني جدا لانه فيه حمض الفوليك، وعايزه اقول لكم رائع رائع رائع. ده في ناس بتاخده للحوامل يقول لك عشان بتحمي من وقوي للشعر. عايزه اقول لكم انا البنجر ده بقى باخده بغليه، باخد الميه بتاعته بحطها في الحنه اللي بعمل بيها شعري عشان انا بحب الاحمر. وفي نسبه الياف بتنظم نسبه السكر في الدم، مش قادره اقول لحضراتكم، بيحمي من امراض القلب. بصوا مهما قلت فوائده للناس اللي عندها مناعه والاطفال اللي عندها مناعتها ضعيفه او عندها انيميا، البنجر ده وسلام لما تنزل الفراوله، وسلام لو تخلطوه مع الرمان عصير، مش قادره اقول لحضراتكم على جماله. بصوا الميه دي بتاعته مش هسيبها. هاجي بقى هنا اعمل شويه دريسنج. خلينا ناخد الشيري توميتو كمان، نكسر بقى شويه مجموعه الوان حلوه كده اهو. بصوا بقى كام واحده طماطم هنا في النص، شيري توميتو بقى. ناخد الفوائد بتاعت كل ما نكتر الالوان، عايزين تحطوا فلفل الوان. بصوا انا عايزه اقول لسيادتكم حاجه، عايزين تحطوا كل ما تنوعوا في الالوان كل ما تستفيدوا من طبق السلطه بشكل قوي وجميل وهتتبسطوا بيه. وعلى فكره السلطه الطبيعيه، والله والله انا احب الخضار معصور عليه ليمون بس، لو تيجوا تاكلوا في اي مكان بره، اي مكان بيفهم وناس دارسه وناس بتقدم اكل صحي، هتلاقيهم عاملين ان الخضار ده متقطع بشكل كده ومحطوط عليه الليمون فقط لا غير. الليمون بيغني عن الملح يا جماعه، الليمون بيغني عن الملح، ما تحتاجوش الملح، ما تحطوش ملح على السلطة. يعني ناس بتحب تشعر بس خفيف لأنها تدي نكهة كده أو تحس نق، بس والله لو اتعودتوا عليه من غير ملح هتتبسطوا جدا، مفيد جدا. شايفين الطبق عامل ازاي؟ ونعصر عليه ليمون وشوية زيت زيتون وكله بألف هنا وشفا. ده الطبق ده كفاية لو معايا صدر فرخة مشوي ولا مسلوق حتى، هيبقى ايه كفاية قوي. أنا خدت طبق السلطة وخدت كمان بروتين وشكرا. الناس اللي بتشرب بنجر كتير ما تتخضوش لانه لون اليورين او البول ساعات بيتغير، ففي ناس بتتخض فما تتخضوش. بصوا كده قلبي حبيبتي يا نودي، ربنا يسعد قلبك يا نودي، انت ورانيا وشيمو كلكم حبايبي، كل موجودين في الكنترول، وهديه حبيبه قلبي يا روح قلبي. بصوا الجمال، تعالوا بقى نشيل يعني هي جت على دول، خليهم كده في النص يلعبوا مع بعض كده. يلا بقى نشيل الحاجات الحلوه دي وتعالوا ايه ناخد بقى هنا. بصوا بقى حبه كده من حبه البركه، بسم الله حبه البركه كده خفيفه ها، بسم الله. وادعوا لي، انا عايزه حضراتكم تدعوا لي بس ما تجربوا السلطه دي. تعالوا بقى ناخد هنا شويه عصير ليمون، حبايب عمر ربنا يسعد ايامكم، شويه عصير ليمون. وادي التوابل اللي انتوا حابينها واللي انتوا عايزين تحطوها، رشه فلفل خفيفه، رشه فسفوسه ملح تكاد لا تذكر، وهاخد زيت الزيتون. طبعا بصوا شويه زيت زيتون، انا حطيت الخل اللي هو لو عايزين الخل العنب الاحمر او خل التفاح ممتاز، ما عندكوش غير خل ابيض ماشي، هاخد كده نقطه خل واحده. تسلمي يا عمري. بصوا كده ونسمي الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. بصوا الجمال، الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ وصحه وهنا على قلب حضراتكم. شوفوا بقى الصلصه كده، تعالوا نبص على الصلصه بتتصلصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد كده بصوا كور اللحمه، بصوا بقت سليمه وجميله واستوت جوه الصوص ازاي. سيبوها شوي، انا بقى هعلي هنا شويه النار عقبال ما اقدم طبق السلطه ده. خليني اقفل عليها كده وازود النار شويه. تمام، ونبعت طبعا يا روحي، معمول على شرفك دي يا جميل.
ونبدأ نعمل الحاجات الحلوة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق سلطة يتحدث عن نفسه. يلا بينا، تعالوا بقى نجهز هنا. أنا عايزة المكروني بتاعتي، فهاخد المكروني كده. أولا لما تيجوا تعملوا مكرونة في أي وقت وانتوا حابين تحتفظوا بيها ساعة أو مسلوقة، مفيش مشكلة، تحتفظوا بيها مسلوقة، طلعوها، تغلوا شوية مية أو شوية مية من الكاتل وفي مصفى، وننزل عليها المية السخنة وننفضها كده وهنقدمها. عادة ما بتبقاش مخلوطة بحاجة، عادة بنقدمها زي ما هي كده. بسم الله. دي ميكس بين الاسباجيتي والشرايط. بسيب بس مكان هنا للكور اللحمة. كده اهي. وهنا زي ايه، حيطه، بنعمل حيطه، خدتوا بالكم يا اولاد؟ يلا بينا. ايوه هنشيل بقى دي، نستخدمها في وقت تاني، ما نطلعش حاجه لو شلناها واحتفظنا بيها. ونيجي، الله، انا سايبه بس شويه، خلوها بس هنا واحنا ايه شغالين مع بعض، الكور تتصلصل اكتر عشان تطلع كده ليها طعم وحلو، ما تبقاش صلصتها خفيفه. طبعا هنحتاج شويه صلصه، بس سيبوها تصلصل شويه. تعالوا بقى بينا نبدا دلوقتي، بعد ما قدمنا طبق السلطه بتاع المناعه الجامد قوي اللي احنا عملناه ده. تقدروا كمان على فكره، الناس اللي بتحب تخلط الفاكهه بالخضار، يعني انا لو عامله بنجر ممكن احط معاه شويه فراوله، فراولايه على فكره ما يجراش حاجه. في ناس كمان بتستخدم المانجا بس وهي لسه ايه فيها خضار وطعم. شايفين الطبق عامل ازاي؟ شبت مفيد، البقدونس اللي احنا حطيناه، الجرجير، البنجر والجزر والبصل، حبه البركه، الحاجات الحلوه دي، شيري توميتو. بصوا يعني الدريسنج كمان كل ما يبقى بسيط وليه تيست. انا دعمت فيتامين سي، مش قادره اقول لحضراتكم رائع. انا دلوقتي هبدا في وصفه حلو لكن جميله محببه عند ناس كتير. انا هستسمح حضراتكم بقى في استراحه ونرجع نقدم المكروني بتاعتنا ونشوف الحلو بتاعنا هيبقى ايه، في انتظار حضراتكم.